أول شيء استخدمته لحلويهي ماكسون كولاديرم سيروم. ليش يعتبر مختلف عن أنواع السيروم الثانية؟ لأن بنات كولاديرم سيروم فيه فيتامين سي منقى 100%. الحلو في السيروم بنات إنهم ثلاث أمبولات، كل أمبولة تستخدمونها لمدة 10 أيام. طبعاً لما تستخدمونها لمدة 10 أيام شنو يصير؟ إن البشرة تستفيد من المنتج. أنتوا بالعادة لما تستخدمون سيروم ليش بعد فترة ما تشوفون نفس النتيجة اللي شفتوها في البداية؟ لأن البشرة تعودت عليه. فأنتوا لما تجهزونه في نفس الوقت يعطيكم المفعول القوي. فالأمبولة الواحدة تيكم فيها من فوق باودر ومن تحت محلول، بس تضغطونه راح ينزل الباودر ويصير مع المحلول وكذي بس يشيكت. فعشان كذي بتشوفون النتيجة هذه الفورية. طبعا شنو يسوي في البشرة؟ ما تشوفون نظارة اللي بشرتها تعبانة بيعطيك هذه انعاش حق بشرتك، تحفيز الكولاجين عشان كذي بيوخر الخطوط الصغيرة مع الاستخدام، يوخر التصبغات ويعتبر مضاد فعال للأكسدة. طبعا شلون طريقة استخدامه بنات؟ الأمبولة الأولى تستخدمونها مرتين في اليوم، كل يوم الصبح وفي الليل تستخدمونها مرتين في اليوم لمدة 10 أيام، وعقب 10 أيام تبطلون الأمبولة الثانية بنفس الطريقة.